البداية منى من صيدا، وينضم إلينا من هناك الزميل هيثم خوند. هيثم، الكل تحدث اليوم عن تحول عاصمة الجنوب إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، ماذا في التفاصيل؟ بالفعل شانتال، هذه الثكنة العسكرية قد أدت قصتها يعني ونجحت بالفعل في إنهاء هذا النهار الذي انتظره الجميع بخير، وتحديدا في منطقة عبرة وليس في عبرة وليس في صيدا. يعني صيدا مر فيها النهار على خير، كان كل شيء طبيعيا، إلا أن الأمر كله كان الأنظار متوجهة إلى عبرة حيث مسجد بلال بن رباح والاعتصام الذي دعا إليه الشيخ أحمد الأسير. منذ لحظات قليلة أنهى الشيخ أحمد الأسير ومناصروه الاعتصام الذي نفذوه احتجاجا على ما أطلقوا عليه الاجتياح الذي يقوم به حزب الله للبلدة وتحديدا لمحيط المسجد، واعتصموا وأنهوا الاعتصام أمام الشقتين المفترضتين ويا عناصر مسلحة من حزب الله. وقد ألقى الشيخ الأسير كلمة نارية هاجم فيها مرة جديدة حزب الله، متهما إياه بفرض سطوته وسلطته على صيدا وعلى عبرة وعلى أهل السنة بشكل عام بحسب ما جاء في الكلمة النارية التي ألقاها، ومتهما إياه بفرض السلطة على أهل السنة كما قلنا، وداعيا إلى اعتصام مماثل لاعتصام اليوم غدا عند 4:30 بعد الظهر. وتجدر الإشارة شانتال إلى أن شيخ الأسير كان غير من مخطط الاعتصام، حيث كان من المفترض أن يقام أمام مجمع الزهراء في حارة صيدا. هذا الأمر لو حصل كان يعني من الممكن أن يتحول اشتباكات، كان من الممكن أن يتحول كارثيا بحسب ما أفادت مصادر أمنية مطلعة على الأجواء، حيث أن حزب الله لم يكن في وارد السكوت عن ما أسماه السيد حسن نصر الله منذ يومين بالاستفزاز من دون أن يسمي طبعا الشيخ الأسير، لكنه كان أكد مرارا أنه لن يتم السكوت عن الاستفزاز. والاعتصام كما قلنا لو حصل أمام مجمع الزهراء لكان الوضع تطور دراماتيكيا، إلا أن الاعتصام الذي بقي أمام الشقتين أتى هادئا جدا، رفض فيه إظهار أي مظهر للسلاح والإبقاء على الهرمية التي يعتمدها الشيخ أحمد الأسير محترمة إلى حد كبير بين أنصاره، وذلك من أجل إشاعة جو الهدوء الذي نجم عن اتصالات ووساطات عدة بدأت في طرابلس مع الشيخ سالم الرافعي ولم تنتهي عند الاتصالات التي أجرتها عصبة الأنصار بحزب الله داخل مخيم عين الحلوة هذا النهار، والتي أفضت إلى ما أفضت إليه من هدوء ومن تراجع عن المخطط الأصلي. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتصام يعني كان ربما الأصعب على الإعلاميين، إذ منعنا جميعا من التوجه إلى بلدة عبرة، ومن كان موجودا داخلها تم إخراجه من قبل الجيش اللبناني وإرجاعه إلى داخل صيدا. لكننا بالطبع يعني بعدة طرق استطعنا الحصول على صور التحرك الذي قام به الشيخ الأسير بالإضافة إلى كلمته التي سنستمع إلى أبرز ما جاء فيها الآن. شيخ أما بيت أهل عبر الأحرار، أهل سيد الأشراف من كل التنوع، بدهم يسكروا لك الشارع رغم عن راسك يا حسن نصر الله. الأمن بإيد مين اليوم؟ مين عطى القرار للسكن العسكري في عبرة؟ مين؟ مش حسن نصر الله؟ بلا حسن نصر الله، يمكن كثير من عناصر الجيش والقوى الأمنية مش شايفين هذا المشهد، حتشوفوه يوم بعد يوم أكثر وأكثر. انت عم تاخذ معاشك من دم اللبنانيين، ونحن مش ندمانين، نحن بدنا اياك تحمي كل اللبنانيين، ولكن الاحتلال الايراني المقنع احتل مركز القرار بكل المؤسسات ومنا مؤسسات عسكريه، لذلك بحقوا معنا مذهبيا في السجون، لذلك تتحركوا انتوا وفق هذه القرارات مش وفق المصلحه الوطنيه. التحرك الثاني باذن الله الساعه 4:30 غدا قبل المغرب نتجمع امام المسجد حتى نتحرك التحرك الثاني لندور صوتنا في وجه.
وفي سياق متصل، رأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد أن المتضرر الوحيد من حالة الأسير الاستفزازية على حد تعبيره هم أبناء مدينة صيدا، معتبرا أن العلاج عند الدولة اللبنانية، داعيا إلى الهدوء في انتظار تصرف الدولة. سعد وفي مؤتمر صحفي عقده اعتبر أن تيار المستقبل هو الأب الروحي للحالات الاستفزازية، وهو ساعد في صعود هذه القوى التي تلقى رعاية وتوجيها من مرجعيات رسمية أمنية وسياسية. عمد 4 مصلين في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت إلى تحذير الشيخ هشام خليفة من مغبة التطرق في خطبته إلى زعامات سياسية في بيروت، وقد تم إخراجهم من المسجد علما أن الجيش كان ينفذ تدابير أمنية في محيط المسجد بطلب من دار الفتوى. رمى مجهولون يستقلون سيارة سوداء قبل بعض الوقت قنبلة صوتية على الطريق عند جسر سليم إسلام قبل أن تتجه السيارة بسرعة إلى الضاحية الجنوبية. أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن المسؤولين عن عمليات الخطف في لبنان معروفون ولا غطاء سياسيا على أي منهم. موقف شربل جاء بعد ترأسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن المركزي عقد للتوقف عند ظاهرة انتشار عمليات الخطف وتزايد عدد السرقات وأعمال السلب التي يتعرض لها المواطنون في بعض المناطق. حطت الأجهزة الأمنية كلها ضمن بمخطط معين، سيبتدئ الأجهزة بتنفيذه خلال مهلة هي بتعينه، خاصة وأنه الأشخاص معروفين بالاسم، معروفين وين مقيمين، ومن هلأ بلكن ما في عليهم ولا أي تغطية سياسية ولا أي تغطية طائفية ولا أي تغطية عشائرية. واتكالنا بكمان على القضاء اللبناني بتسريع محاكمة هالأشخاص هودي، وهيك القرار صدر كمان من مجلس الأعلى للدفاع وطلب من وزير العدل أنه يقدم في حس القضاة على التنفيذ الأحكام. صار عنا 39 عملية لمبارح، عملية خطف طبعا غير خطف الأستونيين. صرنا موقفين لحد هلا موقوف بسجن رومي 54 شخص قاموا بعملية الخطف. بعد في عنا 87 فار، بس اللي بدر بالكم انه معروفين اسمائهم، معروفين وين موجودين. طلب من مجلس الامن المركزي يجتمع لموضوع واحد معين فقط هو الخطف، اما بقيه المواضيع بدها تعالج طبعا مثل موضوع صيدا اليوم. بعتقد انه راح تشوفوا النتيجه. كيف ستعالج؟ راح تشوفيها الليله. الشيخ الاسير تبلغ انه ممنوع الاخلال بالامن، لا من الشيخ الاسير ولا من اي شخص ثاني، والاجهزه الامنيه راح تقوم بواجباتها ونخلص بقى من هالموضوع.